هل في تفكير في ذهن كابتن ميدو في المرحله المقبله للنزول لانتخابات نادي الزمالك؟ خالص خالص مفيش اي ولا تفكير اتحاد للنزول في اي الكوره انتخابات كابتن؟ خالص خالص خالص. خالص ها. طب رايك كيف تفكير او ما يقال عن تفكير كابتن حسام غالي للنزول لانتخابات مجلس اداره النادي الاهلي؟ يعني انا ما اعرفش حسام خطته اللي جايه ايه. حسام كل اللي اقدر اقوله ان هو اثبت في الجونه في فريق صعب ان هو مدير كره محترم ومدير كره قوي ومدير كره صارم وعنده اتزان كبير جدا على عكس ما توقع البعض. ان الناس توقعت ان حسام الغالي لما يشتغل مدير كره ان هو يبقى مندفع وان هو يخش في مشاكل مع اللاعبين، وده ما شفناهوش. كان دايما مساند دائم للمديرين الفنيين اللي اشتغلوا. فانا بقول ان خطوه الجونه كانت خطوه موفقه جدا من حسام، لكن انا ما اعرفش ايه الخطوه اللي جايه. لكن اكيد لو حسام دخل انتخابات النادي الاهلي هيبقى ليه نصيب كبير جدا من النجاح، لان حسام صاحب شعبيه كبيره جدا داخل الجمعيه العموميه داخل النادي الاهلي وداخل قلوب جمهور النادي الاهلي. فانا لسه ما اعرفش الخطوه اللي جايه هيعمل ايه، لكن خطوه الجونه كانت ناجحه جدا لحسام غالي. صحيح يا كابتن صحيح. طيب كابتن تعليقك بس على انتقال احمد حجازي لاتحاد جده وفكره ان هو يسيب الدوري الانجليزي كابتن ميدو. يعني بص، اعتقد ان حجازي لو كان شايف ان هو جزء من الخطط المدرب بيليتش كان اكيد هيبقى في ويست بروم، لان حجازي لعيب مثقف ولعيب ذكي جدا ولعيب دايما كان بيحاول ان هو يبقى موجود يلعب في التوب ليفل. لكن انا في رايي ان هو راى ان بعد كلامه مع بيليتش ومع عدد مشاركاته بشكل اساسي في بدايه الدوري ان هو مش جزء اساسي من خطه المدرب لهذا الموسم. لذلك دايما اللعيب بيبقى الدافع الاولاني والهم الاولاني بالنسبه له ان هو يشارك بشكل اساسي. لو لقى نفسه ان هو مش من خطط المدرب بيدور على مكان تاني. صحيح. ما ننساش ان اتحاد جده نادي كبير طبعا، نادي كبير طبعا. نادي كبير جدا، والدوري السعودي دوري قوي جدا. صحيح. واكيد العائد المادي ما شاء الله هيبقى عائد، يعني عائد مفيد ليه ولاسرته. فهو اتخذ القرار اللي هو مناسب بالنسبه له. وبتمنى له التوفيق ان شاء الله يكون واحد من نجوم يا رب الدوري يا رب. يا كابتن ميدو انا بشكرك كابتن ميدو طبعا تواجدك معانا، طبعا واحد من نجوم مصر، نجوم نادي الزمالك والنجوم اللي يعني كانوا شرفونا في الاحتراف الخارجي في عده انديه طبعا في اوروبا.